البرلمان ولكن تنصل عن وعده. أذكره اليوم أنا مستعد أن أقف أمام البرلمان وأكشف ملفات الفساد، وبالذات المدير العام المالي الذي أصبحت أملاكه الذي ضاقت بها الأرض بما لحفت البصرة، 5 بيوت فاخرة والذي كان لا يملك دابة، والآن المواني خطيرة جدا وكارثة مستقبلية. أن يبقى المدير العام المواني العراقي صلاح عبود، هذا الرجل الذي كان ربان.